بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس بوضعية مريحة، يفضل مع استقامة العمود الفقري. اللي ما بيقدر ما في مشكلة، لكل قدر خاص. إما على كرسي مع الأخذ بعين الاعتبار قدمين على توازي مع الركبتين، بحيث يكون في عدم تباعد كثير أو تلاصق بالركبتين، كفين للأعلى. على الفخذين أو الركبتين اللي جالس على الأرض وتحته وسادي لتأكيد استقامة العمود الفقري. منغمض العيون مع تصور شعاع أزرق عم يسري بالقدمين، برخيهن. كاحلين، ساقين، ركبتين، فخذين، منطقة الحوض، البطن وأسفل الظهر، منطقة العمود الفقري، كل الظهر للكتفين، الذراعين، الكفين، أصابع الكفين، رؤوس أصابع الكفين. بنحس بتنميل وقدر برؤوس أصابع الكفين. ناخذ شهيق، مع الزفير بنحس بإرخاء الصدر، الرقبة، عضلات الوجه، العيون، قفا الراس. ناخذ بهدوء شهيق ومنراقب وقع الهواء البارد على الشفة العليا، تنفس من الأنف أثناء دخول الهواء من فتحتي الأنف. عم نشعر بالهواء البارد بالزفير، عم نشعر كيف عم يتحول الهواء ليصير ساخن. الشهيق، هواء بارد أزرق شفاف، بالزفير هواء سخن أحمر عم بيزيل الشوائب. منتابع تنفس بمقدار ما بنقدر، ببطء، بهدوء، بانتظام. زفير ببطء، بهدوء، بانتظام. شهيق، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، زفير، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شهيق، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، مع الزفير، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. حسب استيعابنا، أقصر أو أطول مو مهم، المهم بانتظام، بهدوء. مع التمرين رح يصير في زيادة حيوية
القدرة على التنفس أكثر بكثير، رفع للمناعة مع رفع لسوية الطاقة ودخول للعمق الوجداني أكثر. من جديد منراقب، نستمر بالمراقبة للتنفس بين البارد والساخن. مع الشهيق بتنشحن كل الخلايا، مع الزفير عم بصير في إرخاء أكثر لكل أعضاء الجسم. كل ما صار في استرخاء أكثر، كل ما توسع الفكر. عم نراقب توسع الفكر، الجسم ضمن الفكر، الفكر واسع ممتد، مثلما كان الجسم صغيرا ومع النمو أصبح كبيرا، كذلك الفكر كان حبيس معتقداتنا وسوء التنفس الآن يتسع ينمو. كلما غذيناه بالانضباط والتنفس والتركيز بوعي مع نقاء النفس، كلما تنقى الفكر وتوسع، وباتساع الفكر تتلطف منا الأجساد والخلايا والمورثات على شفرة الDNA لتصبح أقرب لعالم اللطافة والنور. فالإنسان منا بوجوده القطبي في عالم ثانوي تحت صراع قوتين، قوة من سماء العقل وقوة من عالم الضد الأرضي. نحن بنقطة وسطى بين قوتين الآن، الأرض والسماء. نتصور شعاع من نور ينزل من قمة الرأس لأسفل العمود الفقري كمحور، نحن نتمحور حوله الآن. هذا الشعاع ينقسم بنا لقسمين، ففي الجسم المادي يتحول لشهيق وزفير، وبجسمنا الطاقي حول العمود الفقري قوتين على شكل حبلين من نور، إحداهما صاعدة فيها شعاع أزرق اتجاه سماء الوعي للطاقات العليا، والأخرى هابطة باتجاه الشعاع الأحمر الأرضي طويل الموجة بمقدار ما نتلطف
بمراقبة هذه الطاقة بمقدار ما ندرك أهمية التوازن لمركبنا الجسدي أثناء صيرورة حياته في هذا العالم القصبي، عالم الثانوية، عالم صراع الأضداد. مع الشهيق نسحب طاقة نور سرقاء اللون على القسم الأيمن من العمود الفقري، يصعد أشعاع نحو السماء يغذي الجانب الأيمن من الدماغ. مع الزفير نغذي بانتباهنا الحبل الطاقي الأيسر الذي فيه معلومات من قسمنا الدماغي الأيسر المسؤول عن وجودنا الأرضي. فنحن بين قوة المنطق الخارجية وقوة الروح الداخلية. منتابع مع الشهيق، عم نسحب طاقة الحياة بالجانب الأيمن منا، جانب العمود الفقري للأعلى، بالزفير عم تنزل الحياة عبر القسم الأيسر من الدماغ لتغذي كل المقامات المادية. منتابع مراقبة مع أرخاء الجسم، مراقبة عفوي، ما في داعي للتدقيق الحرفي، اللي مو قادر يتخيل ما في مشكلة، بمجرد أن يعي أن القسم الأيمن منه قسم صاعد من عالم المادة والطين لعالم سمو العقل في أعلى عليين. أهلا به من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين إشارة واضحة لمن أراد أن يدخل لعمق الذات، للقسم الباطني بدماغه، للقسم الروحي لللاوعي به. هذا العالم الذي يربطنا بسماوات الوعي قد أهملناه مع جريان الزمن وكثرة تنشيط القسم الأيسر من الدماغ بالنظرة الخارجية. الآن نحن ندوزن العلاقة بين قسمي الدماغ وبين وجودنا ضمن قوتين صاعدة وهابطة في عالم تزرع فيه الأشجار لتنمو متجذرة في الأرض، وبأغصانها ترتفع لتزهر في سماوات الوعي. فما كثف ففي عالم الطبيعة يبقى، وما لطف فإلى عالم العقل يرقى. نحن الذين نختار، نحن من أعطينا حرية الاختيار، نحن من نرغب في العالم الخارجي فقط فنصبح عبيدا للنار، نار الذين حجبوا عن عين اليقين، أو نرتفع بنظرنا نحو الملأ الرفيع حيث عودة النفس إلى عالمها
الذي منه أتت، أي من سماوات وعي العقل. والله جل جلاله شاهد أبدي، خلق الخلق بنظام محكم وفعل متقن، فيه نظم الكون الدقيقة، وفيه دقائق المعاصي وآفات الطاعات. فمنا من تضخمت به الأنا بظهور الطاقة من خلال أحد المقامات، فاعتقد الميزة لنفسه وترك همس خطوه فيه ليصبح بخطأ آدمه الذي نزل بوعيه من سماء العقل ليصبح مجرد هيكل بشري يمشي على أديم الأرض. فتثنت الأشياء هنا ليصبح آدمنا الواحد بثنائية الذكر والأنثى، حتى أن الشعاع الطاقي الواحد الذي نتمحور حوله الآن قد تثنى حول عامودنا الفقري. لا مشكلة بالتثني، ولا مشكلة بالأرض، ولا مشكلة بالضد، بل الإشكالية بأن نهدر طاقة السماء لأجل حياة تفنى، فلا يتوازن فينا المركب لنموت بلا وعي، فنفقد صلتنا مع العقل الأرفع. أما الآن فما لطف، فإلى عالم العقل يرقى، وما كثف ففي عالم الطبيعة يبقى. فمن لم يدرك المقصود عاش الجهل في العالم المادي، وكأنه الجحيم، جحيم حجاب عن عين اليقين. الآن نسمو لسماوات العقل الشهيق من صعد الطاقة السماوية الزرقاء على الجانب الأيمن، لننشط القسم الأيمن من الدماغ، فنتذكر أننا أحياء من حيوات وحيوات وحيوات منذ الزمن القديم، مع الحي الذي لا يموت نسمع صدى همس كن فيكون. كينونة وجودنا تتجلى لعين بصائرنا الآن. أين كنا من هذا؟ كيف كنا عن هذا غافلين؟ الكنز فينا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد.
ولكنه الشيطان منا قد شاط بنا على ضفاف محيط الحياة العظيم، فاعتقدنا وجودنا مجرد حياة الديدان الأرضية. نحن مخلوقون بقدر، فلا نعارض القدر. بتوازننا الآن بين الشهيق والزفير والموجب والسالب والقوة الصاعدة والهابطة، تسير بنا الحياة نتصور أنفسنا بمركب على سطح الماء، لا يسمح لي أفكار العالم المادي ولا لمشاعر النفوس السلبية أن تتراكم في مركبه كماء يتراكم فيغرق ليصبح تحت وطأة الماء، كما نحن عندما تغرقنا الأفكار ومشاعر السوء والأفعال الآثمة وأذيات الآخرين وأذيات العناصر الطبيعية، فإننا نغرق من أحمالنا الكارمية لنصبح ماديين، بداخلنا ماديين. كلما أطلقنا سهم الأذى بأفكارنا أو كلماتنا أو مشاعرنا أو أفعالنا، كلما غرقنا فالأذى يجعلنا نتحرك في العالم وكأننا نتحرك في رمال متحركة نغرق. كلما وجهنا شعورا سلبيا أو أفكارا أو أعمالا للطبيعة أو لأي كائن حي خصوصا المقربين منا، لأنهم رد فعل كارمي وامتحان قدري كانوا بساحتنا الحياتية الآن، أكانوا أصدقاء افتراضيين بالعالم الافتراضي وسائل التواصل، أو كانوا بشكل أقرباء بالعلاقة العائلية أو الروابط الدموية أو حتى بطاقة المكان، فلا نؤذي أحد لأننا نؤذي أنفسنا بسبب تراكم الطاقة السلبية المنشطة للقسم الأيسر منا، فنتكثف ونتكثف ونتكثف لنصنع الجلافة والكزازة المادية بطبعنا، لنعيش الضيق والكآبة بسوء منا. أما الآن وقد عرفنا أننا من نخلق أقدارنا الجسام في دنيا الأجسام، الآن نعي معنا الآية الكريمة: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لندرك أن وجودنا بضيق
وعسرة من أنفسنا، لأننا تحركنا برمال هذا العالم المتحرك، ولم نجعل مركبنا متوازنا على سطح الماء، فقد سمحنا لطباع الضد والمشاعر السلبية والأفكار الهوائية والأفعال الآثمة أن تمر عبرنا فغرقنا. الآن نعقد العزم على التوبة والاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. نغف فرجان من داخلنا، نخرجه لخارج ذاتنا، كما نغف الماء من المركب، نخرجه للمحيط المالح. الآن نحن بالمركب عم نخرج الماء، نغف فرجان. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فيسير المركب خفيفا نحو منارة تلوح في الأفق البعيد. وكأن أبواب الرحمة الإلهية قد فتحت من جديد، ومشاعر لطفه حلت بقلوبنا، فأصبحنا في عالم سعيد. وها قد عدنا والعود أحمد، لنعي معنى حقيقة العيد، فنفرح بالله ونفرح بخفة المركب منا، ونفرح لأن ضياء نجمة في الأفق البعيد قد دلنا على منارة لاحت وأصبحت ضمن مجال رؤيتنا، وكأنه الوصول. نغذي مسير المركب من خلال مراقبة التنفس، الشهيق صاعد على اليمين، بالزفير هابط، كأسطوانتي محرك، صعود وهبوط، صعود وهبوط، صعود وهبوط مع الشهيق والزفير، ليتحرك بنا المركب فنسير على وجه الماء بسلام، وكأننا بمحيط السلام، وكأن عين الرقيب العتيد قد جعلتنا نصل لحقيقتنا هنا والآن، فنسينا الماضي ولا هم للمستقبل. يا نعيم الواصلين. نترك اللاوعي منا ياخذ انتباهه من كل مفاعيلنا الطاقية التي فتحت الآن
ونعود لمراقبة الهواء البارد على فتحتي الأنف الشفة العليا وكيف يخرج هواء ساخنا. نشعر أكثر بوجودنا الحسي وندرك أن المركب الذي تجمعت كل الطاقات به الآن يسير تلقائيا بمحيط السلام نحو فجر ليلة الوصول. شهيق، نحرك أصابع الكفين للي بحب أنه يخرج من الحالي، اللي بحب يبقى يقدر يستلقي أو يبقى مثل ما هو، وتابع تحت عين الرقيب العتيد جمال فجر ليلة الوصول. شهيق، نفتح العيون شي بسيط ومنراقب هذا العالم الأثير بين المادي والروحي. نحس بابتسامي تعلو المحية وكل خلية، ابتسامي للعمود الفقري اللي تنشطت في الطاقات، ابتسامي للرئتين اللي عم بيحركوا التنفس فينا، ابتسامي للقلب، ابتسامي على الشفاه، وابتسامة المعرفة والعرفان على العيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.